اليوم ولاية الجزائر العاصمة تحسنت بكمية إضافية هائلة تتمثل في 10,000 متر مكعب يوميا من هذه المحطة اللي اليوم راكم شفتوها ودخلت في الخدمة. ورانا بانتظار كذلك كما تفضل السادة الوزراء محطة تحلية المياه للمرسى اللي راح توفر مجهود إضافي يتمثل في 60,000 متر مكعب يومي. هذه الإضافات راح تحسن يعني توزيع المياه لفائدة المواطنين.